هذه الكلمات التي أشعلت الثورة السورية وكسرت جدار الصمت كانت محور العمل المسرحي الدرامي الذي يحاكي قصة الأطفال الذين خطوا بعباراتهم طريق الحرية غير آبهين بسطوة الجلاد وعقابه. أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات لعبوا أدوار بطولة هذه المسرحية عبر مشاهد تمثيلية تعبيرية تحمل في طياتها كثيرا من التفاصيل التي بقيت محفورة في ذاكرتهم حتى يومنا هذا. اسمي ماهر، عنوان الحلقة اليوم شعب حسب الطلب. دوري بالمسرحية الزعيم يلي بيقتل شعبه وبيقصفون وما بيخليهم يطلعوا مظاهرات. اسمي مصطفى، رح مثل دور الضابط يلي بيكذب، ما بقول يلي عم يضرب شعبه ويلي ما عم يموت شعبه، يلي بيطلع مظاهرات السلميين. اسمي بتول، ومثلت انه انا الام وقعدت اتحاور مع بنت انه شوف شو كاتبين يعني على الحيطان، وهلا نحن انه احنا نقصف ورح نضرب، الزعيم رح يغضب علينا وبدهم يضربونا، واخر شيء الزعيم ضربنا بالكيما ومتنا كلياتنا، ما حدا فينا عايش. انا اسمي ايمان، المسرحية شعب حسب الطلب، مثلت الثورة السورية انه ما بتموت منوب. شعب حسب الطلب عنوان المسرحية القصيرة التي تناولت في 5 فصول انطلاق شرارة الثورة بأسلوب بسيط عفوي وبلغة غير معقدة أو مبهمة، بل مستقاة من قاموس الأطفال اللغوي ومنسجمة مع قدراتهم العقلية بطريقة مريحة سلسة لا تخلو من روح الفكاهة والدعابة. هلأ المصاعب اللي واجهناها بالمسرحية كانت أكتر شيء وقت بدنا نعمل بروفة، فإنك وضع البلد والقصف تقريبا 3 أشهر أو 2.5 شهر المسرحية نحن وعم نشتغل بالبروفايات، فكتير صعب تجمع 20 ولد أو حتى يعني أو 20 طفل وتجيبهم يوميا 2 أو 3 ساعات بروفة على مدة 2.5 أو 3 أشهر. الهدف من هذه المسرحية بحسب المدربين هو تعليم الأطفال مبادئ الخير والحق والحكم الصحيح على الأحداث بالدرجة الأولى، ولكن دون ما وعظ أو إرشاد مباشر لهم. مسرح الأطفال في الغوطة الشرقية هو أحد النشاطات الترفيهية التربوية التي تجذب الطفل وتأخذه إلى عالم ساحر يحيا معه ويحلق بخياله فيه ليعيش لحظات من السعادة والفرح بعيدا عن القصف والخوف. محمد عبد الرحمن، أورينت نيوز، الغوطة الشرقية.